لكم اكل حلو. ايدك على 400 جنيه يا بابي. ايوه وانا كمان عايز 400 جنيه. ايه؟ ليه؟ عايزين نطلع رحلة مع المدرسة للهرم. المدرسة هتلم من كل طالب 400 جنيه عشان تطلعوا الهرم ولا عشان تبنوا هرم؟ نبني هرم ايه يا بابي؟ عايزين نروح نزور الهرم. الهرم بتاع الجيزة؟ امال هرم الطلبية؟ قلت لك بطل لماضة. هتدفع ولا مش هتدفع؟ طب ايه رأيكم بال 800 جنيه دولت افسحكم في الهرم وجنينة الحيوانات والزحليق والمراجع وكل حاجة تتمنوها؟ لا 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 لا، احنا بنطلع رحلة مع المدرسة، وكمان في الأسبوع الجاي رحلة لجنينة الحيوانات وب 400 جنيه. جنينة الحيوانات برضه ب 400 جنيه؟ ده انا اجيب لكم حيوانات هنا في الشقة أرخص حبيبتي. لا يا بابي ما تتعبش نفسك، لما يجي العريس هنبقى نطلب منه. وبعدين دي بقت مزة والعرسان هيبقوا كده. لا راجل، يالا راجل. اتفضل كنت 800 جنيه انت واختك اهو. بس بقول لكم ايه، مفيش غير بابي واحد بس. ها سامعين؟ بابي واحد بس. خد ماشي حالك بدول. يلا بنتي احنا كوره مع بعض. اخلع بقى قبل ما الواد يرجع في كلامه.